معاناة تتفاقم يوما بعد يوم. عشرات الجرحى من رجال المقاومة سقطوا في جبهة مريس الواقعة شمال الضالع، معاناة يتكابدها الجرحى بمفردهم، فقد حملوا جراحات الوطن على كاهلهم، وعندما سقطوا تركوا على رصيف المعاناة. جرحانا يعانون من نقص في الإمكانيات وفي العلاجات، وبحاجة إلى مستشفى ميداني إلى جبهة مريس، وكذلك نعاني من نقل الإصابات. قد تم علاجنا على حساب الأهالي من جيوبهم الخاصة ونفقاتنا الخاصة إلى نصف المرحلة، ونريد إكمال المرحلة. جرح المقاومة الشعبية، منهم من سقط في المواجهات المسلحة، ومنهم من أغتالت أقدامهم الألغام التي زرعتها الميليشيات في المواقع التي تم دحرهم منها. ورغم الجراح إلا أنهم مصرون على العودة إلى جبهات القتال. يسعى القائمون على الجرحى معالجة أكبر عدد في مستشفيات خاصة على نفقة أهالي المنطقة، فيما لا يزال بعض الجرحى يحتاج إلى السفر إلى الخارج. نناشد الحكومة الشرعية ونناشد محافظة المحافظة بالدعم اللوجستي والدعم العلاجي لجرحانا، فهم فلذات كبادنا، فهم قدموا أنفسهم وقدموا قطرات دماءهم الغالية من أجل الدفاع عن مريس والدفاع عن عدن والدفاع عن الجنوب والدفاع عن اليمن كله. أما آن للجهات المعنية أن تنقذ هؤلاء الجرحى من معاناتهم وجراحاتهم، أم أنها ستبقى متناسية حتى فوات الأوان؟ محمد المريسي، قناة بلقيس، الضالع.